صباح النور البنات، كي صبحتوا هانيين؟ لقيتوني اختي الدنيا مقربله. عاد الصباح المهم انا عاد كنقاد نشعل الضو هنايا هكا قلت لكم. المهم انا دابا سمحوا لي، انا دابا في الصباح كنقرا لي كومونتير ديالكم وكنرد عليهم وديك الشيء. المهم هاد النهار راه الجمعه، بعدا جمعه طيبه مباركه بالصحه والسلامه باش كتمناو. واحد الاخت معها كنت وريتكم الطابلو وقالت لي هنا البونج راه شفتو نزل ياك، ما نوعيه ماشي مزيانه. ها انت حبيبه ديالي شتي هاد البونج؟ انا هادي بالخصوص الدراري دائما كيجلسوا هنا ولا كيجلسوا هنا هاد الوسط، هذا دائما ما عدا كنا غادي ناكلو، ومع دابا ما بقيناش ناكلو هنا. كتلقاو الاولاد جالسين تما وشي جالس هنا وشي جالس هنايا، كنجلسوا غير في هاد لي كودوا غير في الجناب، كنتغطاو ونجلسوا كنبقاو نتفرجوا في التلفزيون حيت عندي التلفزيون هنايا. الا بانت لك مكمشه ولا شي حاجه سي نورمال، فاش كنجلسوا راه حتى التو كيترخى وكنولي نجبدوا بحال هكا وصافي. حيت بحال دابا بحال هكا الا جلسنا بحال هكا هانتي كيتكمش التو، كندير له هكا كيشد بلاصتو. هذا ما كان. اما بالنسبه للبونج لا، راه البونج اصلا ملي كنحل انا هذا كنصبنو راه ماشي مشدود، راه كنحلو وفيه لداخل جوج تغليفات، حيت التغليفه الاولى ما فيهاش السنسله والتغليفه الثانيه بالسنسله. كنحل حتى السنسله الدخلانيه وكنطلل على البونج شنو فيه ومنهاش مصوب. اللي غادي يدير لك بونج نوعيه ماشي مزيانه غيديروا لك بلا سنسله مخيط، ما تشوفي حتى شنو كاين، فهمتوا؟ وما وقعلو حتى حاجه. حتى هاد البلايص هادو راه كاينين اللي الناس عندهم رجعوا كاملين مكمشين، شوفوا شحال تبارك الله صحاحين. ها نتوما شتو معمرين مزيان ومخيطين مزيان، يعني لا فينيسيون هي نادير زوينه بزاف. كاين اللي قالوا لي زولي انا هاد المخد في الخضر، انا الصراحه ندمت اللي درت فيهم هاد البريون، اما هو الخضر كانت شهوتي فيه. غير هاد البريون هذا ندمت درته، ولكن من بعد فاش ولينا زعما مريناه مع هاد الريدو جا مزيون. بالنسبه لهاد الغوج بغيك راه طوندونس دابا، واخا انا ما كنامنش بالقضيه ديال طوندونس، كنامن بالذوق، كل واحد كيدير اللي كيعجبو، ولكن دابا راه طوندونس ومزيون وما فيه حتى شي حاجه. كان مني كندير السامبل دابا انا شنو ناقصني البنات في هاد السيجور؟ ناقصني هاد لا كولور الزربيه، مازال خاصني هاد لا كولور الزربيه، وخاصني البيج طوب يكون سامبل، فهمتوا؟ باش داك البيج طوب دائما هو اللي غادي نبقى نديروه هو، وهاد اللون هذا الديكرادي ديالو مره ندخل معاه الخضر، مره ندخل معاه لورانج، مره ندخل معاه دوك المخاد اللي عندي ملونين راه فيهم الصفيفار والموطاغ لورانج، فيهم تليونات. هادشي اللي كاين، هادشي اللي ناقصني. وناقصني شي شومان دو طابل ولا شي تويشيه. المهم سمحوا لي هادشي اللي كاين. والديكورات خلاص دابا مازال ما كان زعما كل مره عاد وليت كنشري تفيتفات. مازال هاد البليصه هادي غادي نصوبها البنات ان شاء الله باذن الله. هاد البلاصه هادي حيت راه كان عندي هنايا الميغبان الصالون، فهمتوا؟ عاد ان شاء الله باذن الله كنفكر واحد المتر ولا متر ونص ان شاء الله باذن الله باش نصوبها، باش تجي واحد الديكور مزيون. راه في بالي واحد الديكور، هي مازال ما مول الدار باش ما نكذبش عليكم ما تيساليش، راكم عارفين الوقيته ديال الخدمه والدراري والمدارس ديالهم وهذا، والله ما تلقاو الوقت فين نخرجوا نتقداو شي حاجه، ولا كيبقى لنا الويكاند. الويكاند انا عندي السبت الدراري كيكون عامر عندهم، الحد ريتاج كنعمروا لها في الصباح، يعني كيبقى لي داك الحد في العشيه الا كنا غادي نديرو شي بيكنيك ولا شي حاجه. وهنا في فاس البنات الحد كلشي كيسد، سونتر فيل كامله كتسد، وكاين شي بلايص شي كيسد شي كيحل. نهار الحد راني انا بالنسبه لي الريدو باغيه ناخذ لواحد اللعيبه هنايا باش تجيني اسورتي مع التريات وديك الشيء، والله ما سالينا فوقاش نمشيو ناخذو. هذه 3 شهور وانا كنقول لراجلي عافاك، منين تهبط لاغيو كيني خدها، منين تهبط لاغيو كيني خدها، وما تيهبطش وما تنساليوش، والله ما تنساليو عرفتو. بالنسبه لهاد الزربيه البارح كلينا الزريعه هنايا، راني عاد جمعت غير داك الفراسات غادي نمسح الطبله. ها نتوما البنات راني البنات مثلا دابا تيسولوني على البي في سي، هو هذا. ها نتوما راني كنعطيكم نمره التليفون، راه مازال كيف ما هو كنا كنحطو عليه سخون وكلشي ما وقعلو حتى حاجه. البنات اللي كيقولوا واش زعما بخاتيك ولا، حيت دابا تبارك الله كلشي باغي ياخذو لرمضان. ايوا هذا ما كان البنات. المهم انا نقاد المخدات بعدا. صافي البنات غادي نقاد غير المخدات هنا، بغيت نجاوب غير شي اخوات في الخاص وفي هذا في
لي كومونتير قالوا لي هنا واش مازال ما درتيش الحنه ديال شعبان، حنينه شعبانه هذا العام البنات ما درتهاش الصراحه. الله والله الا كنت زعما عواله باش غادي نديرها وزعما موجده وكل شيء، ولات اني لي كل شيء حيت البنيه اللي كتحني لي فاش عيطت لها لقيت عندها شي امتحانات مع تتقرا في لافاك يمكن ولا هذا، قالت لي راه عندي شي امتحانات وديك الشيء صافي ما بغيتش نقلب الصراحه على حنايا وحده اخرى، خاصني عاد نبقى كنتسنى فيها فوق نجيبها وخصني نرجعها وخاصني نبقى مدبله، ماشي بحال ملي كتكون شي وحده اللي حداك وتتعجبك الحنينه ديالها وديك الشيء كتجي لعندك وتمشي بحالاتها صافي ما كتكونيش هزه لها الهم، اما باش تبقاي ما خصك تجيبي الحنايه وتعاودي ترجعيها وهذا تتبرزطي معاها. ايوا صافي منين قالتها لي قلت لها صافي كلشي من الخير بناقص ما فيهاش الخير ان شاء الله باذن الله، مازال ايام الله طويله واخا بلا حتى شي مناسبه ان شاء الله نحني ان شاء الله باذن الله، ولكن والله الا كنت باغيه نحني ومشوا وقال درجه انني تخيلوا والله الا حلمت راسي زعما محنيه مكتوبه لي في يدي في كفي رمضان كريم وحق الله العظيم. ايوا سبحان الله وزعما ما تنديرش بالي مع الحاجه ملي ما كتبت شاي والحنايه مشغوله صافي ماشي مشكل ان شاء الله كي اللي كيقول نقاشه بحال سميتو مشغوله صافي مره واحده اخرى، ما راني كنت مبروغراميه وموجده كلشي وكم عارفين عندي دوازاتي عندي كلشي زعما كنت باغيه ندير كليسه هكا بعقيلها. ايوا قدر الله ما شاء فعل ما فيها شيء الخير دابا ان شاء الله، مازال العيد صغير مازال اعياد اخرين مازال بلا حتى شي مناسبه كاع ان شاء الله. صافي هنايا كملت البنات وطلقت هذا القارئ كيعجبني بزاف صافي الدار كترجع نقيقيه ومزيونه وهذا، ودابا الى المطبخ اخيتي السكسو ديالي كيتشحر هانتوما البنات الصراحه مازال ما كملتش غادي المهم جمعت غير وجه الدار، كنقول دائما الا جا بعدا شي حد على غفله يلقى السيجور والصالون مخملين والحمامات. هانتوما هنايا راه كنشحر الحيمه دائما كنحك فاش كنكون عندي الخضره ملي كيكون تفايا صراحه البنات شحال هادي ما شاركت معاكم سكسو تفايا دابا ان شاء الله نديرو نبارطاجيه معاكم، فاش كيكون بالخضره كنحك مطيشه ونحك بصيله ونقطع عاوتاني واحد البصيله صغيره ونخليها كتشحر حتى كتغمر مع العطريه وتويمه وكلشي. البنات اللي ما كيديروش نتوما في السكسو ولكم واسع النظر، المهم انا كنديرها وكتجي بنينه والبنات اللي كانوا شافوا الطريقه وبقاو كيديروها كلشي راه كيشكرني الحمد لله. هنايا الحمص حتى الروي عاد نزيدو ويسخن ويكون الماء سخون عاد نزيدو، دابا كنخليها غير كتشحر وتنزل سميتو وتنزل هادي هذا ومن تنزل البصيله، وفاش غادي نبغي نزيد الخضره راه غادي نولي نحك نقطع واحد البصله. هانتوما شوفوا تبارك الله على قرعه الصلاه على النبي هذه غنعسلها ان شاء الله، هنا نوريكم الطريقه ديالها حيت واحد البنت طلباتني عليها. وهنا لقيتوني حليت الكونجيلاتور، هانتوما حليت الكونجيلاتور البارح هانتوما البنات ماشي البارح هو البارح طلعت للسطح نتوما مالي الخير طلعت اختي الفول وطلعت الثومه وطلعت الليمون وكل شيء ضربت له غسله ونقيته في السطح في ديك الشميشه وعاد هبط. هذا غير هذا الليمون الكبير بحال نافيل هو صغير وقشرته درته في الميكات باش ندير به ان شاء الله باذن الله العصير، هذا راه يدوز لي واحد المده حيت مره نديرو بالحليب مره نديرو بالليمون مره نديرو بالحامض الخير موجود الحمد لله واحد المده ونعاود نشري ما زعما اكثر من هذا الشيء ما عنديش. وهنايا الفيلات نقيت الفيلات هانتوما البنات نقيتهم ودرتهم هنايا وغسلتهم وكثرتهم مزيان ودرتهم هنا في هذه الخنشه، هذا البنات اللي في هذه الكرطونه هذا غير التمر هانتوما عندي مغسول منشف ودرته هنايا وخليته في الكرطونه نيت ديالو هذا كنت خديته من بما البنات صافي. وهنا بغيت نوريكم هذه هاد لاباط ديال البيتزا اللي كنتقدى دائما من عند عجائن عمر، ها هي البنات باقا فنه هانتوما وكيصيفطها لك بالومبالاج ديالها وشوفوا رقيقه وغزاله فاش كطيب كتجي مقرمله وتتحمق. هانتوما البنات انا نخلي لكم النمره ديالو اللي بغى يكوموندي، انا تحليت الكونجيلاتور الله الا تفكرتها قلت نشاركها معكم. هذه هو الباك البنات هانتوما راه باقيه خنشه تبارك الله، كتجي الباك فيه 75 حبه ما بين الكبيره راه عندي لتحت التحتانيه الكبيره كاع واحد جوج ثلاثة أربعة يمكن يمكن ثلاثة كبار ثلاثة الصاشيات كبار وربعة ديال هاد الصاشيات هادو هانتوما شوفو هي جامدة هادو راني بديتهم جامدين وربعة من هادو وجوج من هادو تبارك الله فيهم 40 حبة المهم في الطوطال 75
حبه ديال لاباط البيتزا الكبيره والمتوسطه والميني، هاد الصغيوره هادي وسميتو ب 110 درهم بالتوصيل بكلشي. سميتو عجائن عمر، فاش تدخلوا الواتساب راه غيخرج لكم اللوغو مكتوبه فيه عجائن عمر. هادشي اللي كاين البنات، انا ديما تناخذ من عنده دائما، رمضانات كاملين ومن غير رمضان. صافي هانتوما انا مستفاه هادشي، هادو غير فصيلات. وهنايا دوك البسطيلات دايرهم في الساشيات، هنايا دوزاتي عندي في هاد الركينه، ايوا وصلت عندي هنا اختي. هنا الكونجيلاتور ملي كيتزاحم ما كتبقى تعرف شنو دير. وهنايا خبيز، قلت غادي البارح فاش جبت نتوما ماريا الخير خبيز بالدقيق كومبلي، واغ بالدقيق كومبلي والشعير غزال يا اختي، جا تيحمق والله الا جا بنين جا فن. صافي هادي هنا، هاد الخبيز ما غتجينيش. صافي معليش حيت اصلا دابا ناكلوه. هادشي اللي كاينه البنات، العطريه انا دائما كنديرها هنايا، كنديرها في هاد الميكا الخضر باش كنبقى عاقل عليها، كتبقى تبان لي فوق الكونجيلاتور. ها نتوما كنطحن البنات العطريه، كنعمر القريعات اللي شاط كيبقى لي هنايا، تيبقى غزال وحق الله العظيم البنات. الا سكين جبيرو الخرقوم والكمون بحال لا طحنتهم، واخا انا الكمون ما تنطحنوش كنديرو هكا، كيكون عندي منقيره نبقى تدي ديك النوبه حماتي وبقى عندي هكا. هانتوما سكينجبير ملي كتحلوه والله الا تبارك الله ريحته كتبقى مجهده ما شاء الله في الفريز، كيبقى محافظ على هذه الطراوه ديالو. ايوا الحمد لله البنات، هذا ما كان انا وريتكم غير على وديت العجينه ديال البيتزا. صافي انا نخلي لكم النمره باش ما ننساش ان شاء الله، ولا نسيت فكروني اختي، لا نسيت فكروني. ايوا سمحوا لي اختي على هذا الصداع، كتبدا اختي كتصفر. المهم هانتوما البنات، انا من بعد ما نقيت الخضيره هي هادي، ها نتوما البنات كيكون هاد الدنجال صغير في الدار كيجي تيحمق في السكسو والله الا لا تيجي غزال. قبضت هنايا القزبر الربيع وصافي، ونقيت الخضيره وغسلتها وخليتها هنايا في الميها وصافي. هنايا غادي نعسل القرعه، قلت والله تنشاركها معكم حيت دائما تنسى. ها نتوما خديت القريعه كنقشرها وكنزولها حتى القشره التحتانيه البنات. ها نتوما ما تخليوهاش فيها، كنخليو لها القشره التحتانيه الا كنا غادي نطيبوها مع الخضره في زعما مع الكوكوط في اللحم مع الدجاج. اول حاجه كنديروا البنات مليحه ضروري، واخا غتجينا معسله كنديروا لها مليحه هكا باش كتقاد لنا الذوق شويه كاد الخرقوم باش ما كتجيش هي بيضه، وسميتو شويه كيكه السكينجبيري باش كتجي حتى البنه بنينه شويه كيكه شويه كيكه القريفه البنات. ها انتم رجوا القرفه حيت غادي نعسلوها بالقرفه والزهر، هاد تكون القرفه خير الله. والسكر عينكم ميزانكم، اللي بغى يدير السكر يدير، اللي ما بغاش يدير العسل، اللي ما بغاش يدير نهائيا راه كتجيب المذاق ديال الزهر والقرفه والزبده تتحمق. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الزبيده، هذه زبده سبيسيال، ما ديروش زبده مارغارين ولا شي حاجه، زبده سبيسيال. ولا ما كانش عندكم ديروا غير زيت، ولكن الزبده كتعطي واحد النسمه غزاله. غير هو كلشي ديروه في الاول وغطيوها بواحد الغطايه ولا بواحد نشوف هنايا الغطايه ما عرفتش واحد الغطايه بواحد الطنجره كتعني ما عرفتش فين صار حمار حاجه حتى كتوقفي عليها وتقلبي عاد كتعطيها مثال صافي ما عرفتش مشات. المهم ما علينا، غادي نغطي غير بواحد الغطاء هكا ونخليها ملي نطلع فيها الغليه مزيان تذوب ديك الزبده غادي نعريها، حيت هي راه دغيا تطيب مع مقشره دغيا تطيب، الا خليتوها مغطيه غتلقاوها هبطات. عريوها باش يطيب وميم طون ينشف الماء، خليوها غير تتقبط فيها الغليه مزيان. صافي هادشي اللي كاين البنات، ساهله ماهله زعما داكشي فاسيل ماسيل. ايوا هنا شوفوا اختي لي بيتيز اللي درت. صافي انا هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله الوجيه ديال الحليب، انا عمرت هاد القريعه. دابا غادي نطحنو في الطحانه ديال الضو في المولينيت باش يدير لي الزبيده، راني ديجا شاركتو معاكم وعاود. وغادي نجمع هاد الروينه هادي، نجمع البوطاجي ونجمع الطبيله ونخلي السكسو يتفور، وان شاء الله باذن الله نحطو على الطبيله ديالنا وتشوفوا القريعه كي جات ان شاء الله الى حيانا الله. هذا ما كان الغزاله ديالي. هنايا غادي نهوي السكسو، هدرت له التفويره الاولى، هذه التفويره الثانيه ان شاء الله اللي غادي نعاودو. دابا غادي نرشو شويه بالماء، وديك الشيء صراحه راني مشيت قضيت واحد الشغيله اخر، دابا نبارطاجيه معكم ان شاء الله باذن الله. درت البنات واحد البريوات بالروز،
قلت ما نخلط شيء معكم الفيديو نعطي زعما نعطيهم لكم في مقطع مقاده، تسمحوا لي على الصداع، قلت لكم نعطيهم لكم في مقطع مصوب. جاو كيحمقوا يا البنات، تعرفوا دوك البريوات ولا القنينطه ديال اللوز اللي كان نسقيهم بشويه ديال العسل، كيجيو فنين، كيكونوا فيهم النكهه ديال الزبده والزهار، تيجيو على طيبه الحلاوه. ان شاء الله دابا نشاركهم معكم، تنبغيو نبدلو هكا حويجه خفيفه ساعه ساعه. ايوا داكشي علاش هنايا كل شي حاجه غادي نقولها لكم. والله الا نسيت البنات قالوا لي شي، انا دابا عاد قريت لي كومونتير ديال الفيديو اللي قبل، واحد الاخت قالت لي انا بغيت هذا اش كيقولوا له المسمنات بالعجينه ديال المسمن، وهما بلا كريم باتيسير كانت درسهم. دابا حيت مشاو لكم فيديو يا ساعات بداو توحموا عليا. والله الا كل وحده كتطلبني على شي حاجه. غادي شوفوا هما هو جاي رمضان دابا، والله القسم مع راك ما عارف الوليدات القرايه كلشي تجمع عليا هاد الايام، وخاصه منين وجدت داكشي الاخر اللي ثقيل رمضان، زعما كنقول الوصفات اليوميه ان شاء الله كل نهير نديرو حاجه. بحال دابا انا داك المسمن فاش كنديرو كندير به بلا كريم باتيسير وكنديرو مالح، غادي ندير عجينه وحده ونخرج منها الحلو المالح ونشاركها معاكم ان شاء الله باذن الله. ما زعما غير ما تخلقوش هنا البنات، غدي ودنا وجدات غادي نصب ان شاء الله باذن الله. كيعجبني البنات الغدا نطيبو في البرمه، السكسو زعما نطيبو في البرمه كيجي ملبي، والخضره ما كطيبش بزاف حتى كتهبط. وبالنسبه للقرعه معسله جات تتحمق، ولكن نسيت ما حطيتهاش حتى حطينا القصعه وديكشي، حتى تفكرت راكم عارفين انا ديما تفايه والقرعه معسله تنساها سبحان الله. شكون كتوقع له شي مرات راه حتى تنساني والماكله ونجمع الطبله ونمشي نمسح البوطه كنلقى الكاسرونه ولا الطنجره فيها ديك التفايه ولا القرعه معسله. ايوا صافي دابا ولكن راني حطيتها كليناها جات فنه، وجات فيها داك نسمه الزبده تتحمق، وجات غزاله في التالي البنات. فاش شفتها تعسلات زدت عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزهر فقط، هادشي اللي كاين. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. هادشي اللي كاين، الغزاله ديالي وكسيكسو ديالي جا على هاد الشكل، طبيلتي جات على هاد الشكل الحمد لله. الله يخلي لكم تنتوما وليداتكم، كنتمنى ما تنساونيش من البصيمات ديالكم، ولي كومونتير زوينين بحالكم. كنقول لكم سلامه.